مورسيمدور R عبارة عن ملاط نحاسي الطبقة يستعمل من أجل التلبيس في جميع الواجهات حيث يسمح لك بالتجميل بالكشط. قبل بدء التطبيق تأكد من أن يكون سطح التطبيق مستوياً وقوياً ونظيفاً وجافاً. أزل أي غبار أو زيت أو جس قد يمكنه أن يعيق الالتصاق. في الأيام الحارة أو خلال عواصف الرياح يستحسن ترطيب سطح التطبيق. لإجراء الخليط أضف مورسيمدور R في دلو من الماء. أخلط المضمون يدوياً أو ميكانيكياً حتى الحصول على عجين متجانس وقابل للتطبيق. قبل التلبيس ضع شبكة في الألواح والركائز وفي جميع المفاصل بين مختلف الأماكن. بهذه الطريقة سنتجنب تشكيل تشققات بسبب الضغط بين مختلف المواد الأساسية. يجب أن تكون شبكات مندمجة في الملاط دون أن تكون قريبة جداً من السطح ولا من السند. كما ينبغي أن تمتد على الأقل 20 سنتيمتراً على كلا جانبي المفصل. يتم وضع الشبكة في الزوايا بشكل قطري ويكون حجمها 20×40 سنتيمتر. تأكد من أن تكون الشبكة ملائمة مع الملاط. من أجل تطبيق ملاط مورسيمدور R يدوياً ضع قبل كل شيء علامة على القطع بالمفاصل البلاستيك، فذلك لا يؤدي فقط مهمة جمالية بل يسهل التطبيق ويخفي الوصلات. يجب أن تصل المسافة بين المفاصل الأفقية إلى 2.20 متراً وإلى 7 أمتار بالنسبة للمفاصل العمودية. ينبغي أن تكون السماكة النهائية للملاط من 10 حتى 15 سنتيمتراً. للقيام بالتلبيس من المستحسن إغلاق السطح بطبقة أولى من الملاط من 2 أو 3 ملمترات من السماكة. بعد ذلك يمكنك تمديد باقي الملاط حتى أن تتجاوز بالقليل سماكة المفاصل البلاستيكية. بمساعدة المسطرة يمكنك تلميس طبقة الملاط حتى الحصول على سطح متجانس ويتجاوز بالقليل المفاصل البلاستيكية. بعد إنجاز كل السطح من الضروري ترك أن يتصلب لمدة تتراوح بين 4 و15 ساعات حسب السند والظروف الجوية. عندما يصبح الملاط شبه جاف يمكنك كشط السطح بمجرفة شائكة أو بشفرة المنشار، وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على سماكة متناسقة وترك الملاط على مستوى المفاصل البلاستيكية. في اليوم التالي للتطبيق قم بإزالة الجسيمات التي بقيت على السطح بواسطة فرشاة من شعر الخشن اللين. يوفر لك مورسيمدور R مظهرا نهائيا يمنع تسرب مياه الأمطار ويسمح بنفاذ بخار المياه ولا يتشقق ولا يتدهور في الهواء الطلق.